جاء واحد إلى النبي صلى الله عليه وآله قال لي يا رسول الله إني قد وهبت ولدي فلان عطية، فقالت زوجتي فلانة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنت عم بتعطي الولد خلي النبي شاهد. فالنبي صلى الله عليه وآله سأل أنت عطيت كل الأولاد وبس هذا؟ قال لا بس هذا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا أشهد على جور. احنا في التربية لا أحب ولد كل شيء بيتفضل والثاني لا، في السيرة يعلمنا شو يتعامل. مثال ثاني، جشاب إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ضجوا الصحابة شوي ويدقونه، فالنبي سكتهم قال تعال. خاطب فطرته ونقاء الفطرة قال أتحبه لأمك؟ لا يا رسول الله. قال الناس ما تحب لأمهاتهم، خالت كذا عدد الأرحام فطرته طاهرة. في يوم قال لي أنت حين يعني معنى الكلام أنت إذا بتروح إلى المعصية مع من؟ مع يا أم واحد أو أخت واحد خالة واحد، إذا ما ترضى لنفسك شو ترضى للآخرين؟ فدعا له النبي فقام. وأكره شيء عنده الزنا. البارحة واحد متصل عند الدنيا قائمة على ولد اكتشف طالع صورة مين ما تحل. عالج المسألة بطريقة منفرة عن الدين وعن كل شيء، طريقتنا غلط. هذا النبي جلي يقول لي إذن لي مو في نظرة محرمة، في الزنا. عالجها بطريقة صح. فإذا نقرأ السيرة أيضا نكتسب دروسا في التربية.